لعن الله عمر للضلع هو الكسر لعن الله للضلع ابو بكر عمر نهبوا اغتصبوا الخلافة من علي بن ابي طالب ومن بعدهم عثمان اغتصبوا الخلافة ومعاوية حارب عليا وعمر جر عليا من رقبته بالحبال. قل لي تاريخ؟ لا اقول هذا التاريخ يثبت الحقيقة. وكسر ضلع الزهرة. لذلك احنا لا عدالة صحابة ولا هم احنا عندنا اهل البيت. واللي يريد يجادلنا ويقول انتم تسبوا هذه رموزهم، ما ادري انت اللي جيت تقول، لان تحصل بعض الاصوات من الشيعه يقول رموز، عمي رموزك دافع عنهم، يسبوا ابو طالب، يسبوا ابو الرسول، يسبوا ام الرسول، يتهمون بالكفر. هذا مو سبع لهم؟ كفر تهمون بالكفر يعني النار؟ لا، ابو طالب قال في ضحضاح من النار، اعوذ بالله. يعني ابو بكر وعمر في الجنه وابو طالب في ضحضاح من النار. ابو بكر وعمر وعائشه وعثمان وابو سفيان ومعاويه في الجنه وابو الرسول وام الرسول وابو طالب كافل الرسول في النار؟ ما في عقل عند هؤلاء السنه؟ فكروا. لعن الله عمر للضلع هو الكسر لعن الله للضلع